السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. المستقلون يقتحمون سباق المحاصصة بالتفاوض مع الشيعة على وزارة بحكومة السوداني. دخل النواب المستقلين السبت في مفاوضات الكتل الشيعية لغرض منحهم كابينة وزارية في حكومة محمد الشيعة السوداني. وقال النائب المستقل ياسر وتوت في حديث خاص: النقاش والحوارات جارية مع الكتل والأطراف السياسية الشيعية لمنح وزارة للنواب المستقلين في الحكومة المقبلة، مبينا أنه من غير المؤكد دعمنا لكل من سيتم ترشيحه في كابينة السوداني. وأضاف أن النواب المستقلين سيحضرون الجلسات ويتابعون استحقاق المكون الشيعي من الوزارات. لفت وتوت إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعدا لجلسة تمرير الكابينة الوزارية للسوداني، وأنها على الأغلب ستكون يوم الخميس المقبل. وتابع النائب المستقل حديثه أن أي تبليغ رسمي بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الحكومة الجديدة خلال اليومين المقبلين لم يحصل حتى الآن.